السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله الوحدة الأولى الدرس 10، التنبؤ بالمجهول، رياضيات الصف الرابع، وده كتاب قطر الندى. بيقول لي: هل أستطيع استخدام عملية تقدير العدد من خلال أول رقم على اليسار في الصيغ المختلفة للعدد؟ تعالوا نشوف مع بعض. قدر الأعداد الآتية من خلال استراتيجية أول رقم على اليسار، ودي خدناها طبعا في سنة أولى وتانية، بس طبعا ما كانتش أرقام كبيرة، كانت أرقام يعني أحد عشرات، مئات، ممكن ألاف، لكن أول مرة ناخدها بالملايين والمليارات، بس برضو سهلة ما فيهاش أي مشكلة. بناخد آخر رقم على اليسار، عندي هنا الاتنين، دي هي آخر رقم، فبشوف عندي وحدات ودي ألوف ودي ملايين، يبقى الاتنين دي في خانة الملايين. طيب أنا عندي في رقم قبلها تلاتة، اهو تلاتة دي أحاد الملايين، يبقى الاتنين دي في عشرات الملايين. هتاخد صفر من العشرات، وهتاخد الست صفار بتوع الملايين، بقت 20 مليون. طيب هنا 7,540,070. طيب هنا احنا اخر رقم بنقوله، او يعني اللي هيبقى الاخير ايه في الكتابة، هيبقى 7 مليار، هيبقى 7 مليار اللي هو على اليسار يعني، فهناخد السبعة وجنبها تسع اصفار، يبقى 7 مليار، ده التقدير بتاعي. تعالوا احنا بقى نشتغل على المسائل. عندي الرقم اهو، بروح اعمل دايرة كده على اخر رقم اللي هو على اليسار، اخر رقم على اليسار، وبشوف الرقم دوت واقف فين. ادي عندي التلاتة بتوع الوحدات، والتلاتة بتوع الالوف، والتلاتة بتوع الملايين، يبقى ده واقف في المليارات. واقف فين؟ واقف في احاد المليارات، يبقى هنقول ستة ومعاها تسع اصفار، يبقى 6 مليار. طيب 93 مليون، 93، مين اخر رقم؟ هو 90. طيب 90 دي مليون، 90 مليون، يعني واخدة من الوقفة في خانة العشرات، واخدة منها صفر، وهي في خانة الخانة الكبيرة بتاعتها الملايين، بقى 90 مليون. عندي هنا اخر رقم اهو، واحد، ده واقف في ايه؟ هتبصوا كده هتلاقوا واقف في المليارات، يبقى ده مليار. عندي اخر رقم عندي اهو 6 مليار، يبقى خدنا 6 مليار، ده اخر رقم موجود. حد كده سهل يعني، ما فيهوش مشكلة. طيب تعالوا نشوف هنا برضو، خدنا اخر رقم، بيقولي تقدير العدد من خلال اول رقم على اليسار، خلاص خدناه. طب دي احاد، ودول وحدات، ودول الوف، ودي ملايين، يبقى دي 6 مليون، تاخد 6 صفار. هنا عندي دول احاد، احاد عشرات، مئات، الاف، التسعة دي واقفة في الالاف، يبقى ب9000. 5 مليارات، ده عايزني بيقول لي اكتبها بالصيغة القياسية الاول بعد كده التقدير. 5 مليار، ادي الخمسة مليار اهي. 612 مليون، 612 مليون، وسبعة وستون الف، ادي 67 الف، والمئات ما فيهاش حاجة، وثمانية، التمانية في الاحاد جنبها صفرين. التقدير بتاعي، التقدير بتاعي الخمسة مليار اهي، 5 مليار، فكتبت 5 وجنبها 9 اصفار. طيب هنا اخر رقم عندي كام؟ اخر رقم عندي اللي هو 60 الف، بس هو عايزني ارجعها القيمة القياسية. 5 في الاحاد، 6 في العشرات، 9 في المئات، يبقى 965 اهم في الوحدات. عندي 400 الف، يعني احاد الالاف وعشرات الالاف ما فيهوش حاجة، هنحط صفار، والاربعة واقفة في مئات الالاف اهي، يبقى عندي الرقم 400. هنا دخل على الملايين على طول، دي 7 مليون، دي واقفة في الاحاد، 7 مليون واقفة في الأحاد. 60 مليون، الستة دي واقفة في العشرات اهي، والصفر في المئات مفيش حاجة، ويبقى أنا هاخد الستة دي وأقول دي ايه، 60 مليون، هو اللي آخر رقم عندي. قيمة قياسية 9 اهي في 1، يعني واقفة في الأحاد، 2 في 10، يعني الاتنين واقفة في العشرات، ادي 2. 5 في 100، يعني الخمسة واقفة في المئات، كده خلصنا الايه الوحدات. 6 في 1000، يعني الستة واقفة في أحاد الألوف. 8 في 10000، يعني التمانية واقفة في عشرات الألوف، ما عنديش مئات الألوف، يبقى آخر رقم عندي اللي هي إيه، اللي هي 80 ألف. 80 ألف، نفس الحكاية، الأحاد مفيش، حطنا صفر. عندي هنا التلاتة واقفة في العشرات، المئات مفيش برضو صفر، أحاد الآلاف صفر، عندي هي عشرات الآلاف واخدة 7، مئات الالاف مفيش. طب التسعة واقفة في الملايين، احاد الملايين،
ودي عندي 9 تانية اهي واقفة في المليارات، يبقى انا هاخدها هي 9 مليار. 9 ايه؟ مليار. طيب هنا لون افضل تقدير للعدد، انا ما لونتش، انا عملت دائرة من خلال او رقم على اليسار. هنا خدت التلاتة، التلاتة دي وحدات ودي الوف ودي ملايين، يبقى هنا 30 مليون. ليه قلت 30 مش 3؟ لان التلاتة دي واقفة في عشرات الملايين ب 30 مليون. 974 ألف، يبقى انا هاخد 900 ألف. ادي 900 ألف. هنا عندي وحدات والوف وملايين، دي واقفة في المليارات، يبقى 4 مليار. 4 مليار. هنا عندي وحدات وألوف ملايين، الستة دي واقفة في عشرات الملايين، يبقى 60 مليون. لا في غلطة هنا، دي 60 مليون. 60 مليون، نشوفها تاني. ادي وحدات ودي آلاف ودي الظاهر دي 69 ألف. أنا عملت الدايرة بالأزرق، فأعتقد في كومة هنا. 69، لا دي هتبقى 60 مليون. دي 69، دي 60 مليون. أعتقد إن رقم على بعضه مفيش كومة ما بينهم. دي 60 مليون. 69 مليون، فهناخدها هنا 60 مليون. عندي برضو هنا المسألة بتاعتي آخر رقم فيها 900 ألف، فخدنا 900 ألف. هنا برضو آخر رقم فيها اهي، دي 3 مليار، فأنا هاخد 3 مليار. هنا 65 مليون، أنا عندي 60 مليون هو اللي هيبقى آخر رقم على اليسار. 60 مليون، 60 يعني واخد صفر من العشرات، وهو واخد في خانة الملايين. أدي 60 ايه؟ 60 مليون. طيب كده خلصنا الجزء ده. هنا تعالوا نشوف الكتاب التاني الملحق، شوف برضو الصفحة اللي فيه. طيب هنا نفس الموضوع برضو، بيقول لي قدر الأعداد الآتية من خلال استراتيجية أول رقم على اليسار. تعالوا نشوف أول رقم على اليسار عندي هنا، دي برضو عندي وحدات، عندي ألوف، ودي ملايين، يبقى دي أحد الملايين، عشرات الملايين، مئات الملايين، يبقى الواحد وقف في مئات الملايين هيبقى 100 مليون. 5 مليار، أدي الخمسة ومعها 9 أصفار. هنا عندي آخر رقم 90 مليون، أدي 90 مليون. شفنا آخر رقم برضو هنا كام، أدي وحدات وأدي ألوف، هنا واقفة في مئات الألوف، يبقى ب800 ألف. 800 ألف. هنا وحدات، هنا ألوف، هنا ملايين، دي 4 مليون، عندي 4 مليون. 86 مليون، عندي هنا 80 مليون. 80 مليون كتبناها اهو، 80 مليون، واخترناها. آخر رقم عندي هو 200 ألف، اخترنا 200 ألف. عندي كمان هنا 8 مليون، وعندي هنا 30 مليون، آخر رقم 30 مليون اهو، فاخدنا 30 مليون. احنا بنشوف بس اخر رقم هو اللي بناخده، بنشوف هو واقف في انهي خانة وبناخد الرقم وبنكتبه، ما فيهاش المشكلة يعني، سهلة، بس هي الارقام كبيرة. خلاص كده فضل لنا درس واحد ان شاء الله، الدرس رقم 11، ونخلص الوحدة الاولى باذن الله. بكرة تلاقوا الفيديو بتاعه موجود على القناة. بشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.